الممثل السوري صبحي سليمان من أشهر مسلسلاته الدروب القصيرة، حرب السنوات الأربع عام 1980، عز الدين القسام عام 1981، الينابيع عام 1982، غضب الصحراء عام 1989، يوميات مريحة عام 1990، مسلسل أبو كامل الجزء الأول عام 1991، حمام القيشاني الجزء الأول عام 1994، المحكوم عام 1996، العبابيد عام 1997، حي المزار عام 1999، البواسل عام 2000، النجوم بين الغيوم عام 2001. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.